منورين منورة، إن شاء الله حيتكون في أمن وأمان بإذن الرحمن. ليلة رأس السنة ديال 2022 مستحيل كنت نعديها وما نخرج لكمش واحد الفيديو نقول لكم يا ربي تكونوا في أمن وأمان، يا رب عائلاتكم وصحتكم وحياتكم وكل ما كيدور بينكم يكون في حب ويكون من ترددات ومن طاقة ومن الفريكونسي كنقولوا لها ترددات ديال الحب وديال التسامح وديال العطف وديال النور بإذن الرحمن. شكرا للجدد اللي انضموا كتير مؤخرا، وشكرا للقدامى اللي عندهم ثقة وعطوني الثقة وعطوني الحب وباقيين معانا، وهالثقة الثقة هذه ان شاء الله غتكون على قد المستوى اللي انتم عطيتوه ليا، لان السنة الجديدة ناوية فيها وحاطة فيها مجموعة من الاشياء الجميلة جدا. غير بقوا معانا وركزوا ما تشتتوش وغتشوفوا العجب السنة الجاية. سنة بصراحة ديجا بعد اليوم مع 12 الليل غادي يوصلكم كامل الايميلات نيوزليتر، واحد الايميل غيكون كل بداية شهر، اول شهر كل واحد في الشهر غادي يكون عندكم ان شاء الله، اللي غادي يكون فيه دائما شنو كاين عندنا في الشهر الجديد. عندنا الجديد في شهر يناير جدا جدا، دونك والجديد العام كامل باذن الرحمن. دونك شكرا لكم للتتبع ديالكم، شكرا للثقة ديالكم، شكرا لدرجة الوعي ديالكم اللي ما شاء الله ولات تبهرني يوم عن يوم عن يوم. هذاك الشيء علاش كانت النية ديال العام والسنة في الاكاديميات هي انها تكون لنرفع دبدباتنا، لان هذه 30 و 4 سنين اللي متبعني بالعربيه غادي يكون عرف باننا نسفنا بزاف المعتقدات وباقي غنسفن المعتقدات وطلعنا الوعي ديالنا، ولكن دابا مع نفس نسف المعتقدات غادي نطلعوا الطاقه ديالنا، لان مهم جدا ان الوعي والطاقه يكونوا جوجهم في نفس المستوى باذن الرحمن. دونك غادي نرفعوا الطاقه ديالنا، غنرفعوا من الذبذبات ديالنا، غنرفعوا من كل ما هو جميل في المشاعر ديالنا. غتكون طاقة عجيبة، غتكون سنة عجيبة بإذن الرحمن. السنة ما هي ما كتكون لا سعيدة ولا تعيسة، السنة حنا اللي كنديروها بالوعي ديالنا، بالطاقة ديالنا، بالنوايا ديالنا، بالأهداف ديالنا، بالتركيز والالتزام والسعي ديالنا بإذن رب العالمين، لأن طاقته وحكمته وجلاله دائما معنا بإذن الرحمن. تنبغيكم بزاف، كونوا دائما متواجدين، كونوا دائما الجديد الجديد الجديد، معلومات جديدة وطاقة جديدة وتنظيفات جديدة غتكون في هذه السنة بإذن الرحمن. والجدد شكرا لكم الانضمام، شكرا لثقتكم معنا، غادي تكونوا فريمون هاد العام معانا. غير حاولوا تبداو من الاول، ما تبداوش بالفيديوهات الاخيره وما تبداوش بالمعلومات الاخيره، لان غيجيكم الحال شويه صعيب. دوك بداو من الاول كتصور في المواقع ديالنا وفي كل شيء. كنبغيكم بزاف، كنوي لكم الحب والتسامح والنور باذن الرحمن. شكرا لكم.